مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، فقره حواريه اخرى من حلقه الاهلي الليله النهارده، وبنستضيف فيها طبعا دكتور الكبير دكتور اسامه غنيم رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. يا دكتور منورنا ومشرفنا. الله يخليك، وانا متشكر طبعا لحضرتك ولقناه الاهلي على استضافتكم ليا النهارده. منورنا دايما ان شاء الله. خلينا في البدايه كده نروح نشوف تقرير صوتي عن المنشطات ونرجع نستكمل هذا الحوار الهام وشيق. لا تزال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تبذل جهوداً واسعة بالتعاون مع المنظمة الدولية وادا ووزارة الشباب والرياضة للحد من انتشار المنشطات والهرمونات في الوسط الرياضي بين الرياضيين سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية. يبدو أن هناك خطر آخر يهدد مستقبل اللاعبين غير الإصابات، فالإيقاف نتيجة تناول المنشطات هو الخطر الحقيقي والأكبر الذي يهدد مستقبل اللاعبين، خاصة وإن كانت تلك المنشطات يتم تناولها بشكل غير مباشر بل عن طريق اللحوم. هرمون الركتوبامين هو هرمون حيواني يتم إعطاؤه للأبقار لإنتاج المزيد من الألبان واللحوم، لا يتم إعطاؤه للإنسان مباشرة لكنه ينتقل إليه عن طريق تناول تلك اللحوم وبالأخص اللحوم المستوردة. ولسوء الحظ فإن تلك المادة تعد من المواد المحظورة في الرياضة على مستوى العالم. العديد من الحالات الإيجابية في الرياضة في مصر تم إيقافها نتيجة لهرمون الركتوبامين، حيث بلغ عددهم 6 حالات. تعد مصر هي الدولة الوحيدة حول العالم التي ظهر فيها عينات إيجابية في الكرة الطائرة والألعاب الفردية. رضوى عرفة لاعبة الكاراتيه أول حالة يتم إيقافها لمدة 4 سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية بعد استئنافها على حكم العامين الذي أصدرته لجنة الاستماع والعقوبات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حيث من المقرر أن تنتهي عقوبة اللاعبة في عام 2019 الجاري. من الحالات الشهيرة التي سقطت في فخ الركتوبامين محمد عبد المحسن لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة الذي عقب بالإيقاف لمدة 4 سنوات أيضا والتي تم تخفيضها بعد ذلك ل8 أشهر. لكن المفاجأة التي أعلن عنها الدكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية ألا وهي تثبيت عقوبة 8 أشهر على اللاعبين الذين يسقطون في فخ هذا الهرمون، الأمر الذي يعد انتصارا كبيرا للرياضة المصرية. يعني طبعا التقرير بين جدا أهمية هذه الفقرة وهذا الملف اللي هيتم الحديث فيه باستفاضة عن المنشطات، وخصوصا ان ممكن بعض اللاعبين ياخدوا منشطات وهم مش عارفين ان هم بياخدوا منشطات سواء من خلال اللحوم او بعض الاشياء الاخرى. عشان كده احنا معانا طبعا دكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. يا دكتور، يعني اعتقد تقرير مهم جدا، وفي البداية عايزين نعرف الناس بس بهرمون الركتوبامين وازاي تم اكتشافه اصلا. اسمحي بداية كده أشكر قناة الأهلي على التقرير الرائع الحقيقة اللي تقدم دلوقتي، تقدم بشكل احترافي جميل جدا، وما أقدرش أقول فيه أي نوع من الخطأ إطلاقا يعني. وطبعا ده من القلائل إن أنت تلاقي تقرير بيتعرض ممكن ما يبقاش فيه أخطاء تماما. بالنسبة بقى نرجع لسؤالنا، الركتوبامين. الركتوبامين ده عبارة عن هرمون مخلق وبيتم وضعه في غذاء أو شراب الحيوانات. أشهر الحيوانات اللي هي بيتعطى لها الهرمون الركتوبامين يا إما الأبقار يا إما الخنازير، وفي أمريكا بوجه خاص بتتعطى للتركش أو للديوك الرومي. تمام. أكتر كانت دول العالم اللي كانت بتتعامل مع هرمون الركتوبامين هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، الصين، البرازيل. ولكن الحقيقة طلعت الصين وروسيا من هذه المنظومة، أصبحت النهاردة أشهر دول اللي هي بتتولى عملية هرمونة الركتوبامين للحوم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبرازيل. برازيل هي نمبر 1 في العالم كله في تصدير اللحوم لدول العالم. مصر بتعتبر البرازيل بالنسبة لها هي الدولة الأولى لاستيراد اللحوم منها. لما نرجع نشوف الركتوبامين إيه دوره، الركتوبامين بيتعطى للحيوان يزود كمية اللحم ويقلل كمية الدهون.
تمام. مدة بقائه في جسم الحيوان 7 أيام. إذا ما ينفعش إن احنا نذبح الحيوان في خلال مدة 7 أيام. والأفضل والأضمن إن احنا نذبحه بعد مرور 15 يوم لما تبقى كمية الهرمون في جسم الحيوان صفر. أكتر أماكن بيتركز فيها هرمون الركتوبامين هي الكبد والكلى. الكبد طبعا للتخزين لأنه بيعتبر المصفى بتاعت السموم بتاعت الجسم، والكلى نتيجة خروج كل المواد الغريبة عن طريق الكلى في طريق اليورين أو البول. الركتوبامين بيتنقل للإنسان عن طريق اللحوم أو عن طريق الكبدة بصفة خاصة هي والكلى. يعني النهاردة سندويتش الكلاوي أو سندويتش الكبدة بيبقى محمل به هرمون الركتوبامين. مدة بقاء الهرمون في جسم الإنسان من يوم إلى يوم ونص، مدة صغيرة جدا. ولكن الحقيقة حظ الولاد اللي احنا خدنا منهم العينات ان هو بيبقى بعد ما خلص التمرين او جاي الصبح جعان يفوت على اي واحد بتاع سندوتشات كبدة ياخد منه سندوتش كبدة او سندوتش كلاوي وياخده ويروح رايح يعمل التمرين بتاعه، تيجي حضرتك تاخد منه عينة تطلع العينة ايجابية. الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اعتبرت ان مادة الركتوبامين مادة محظورة لسبب انها بتزود كمية العضلات في جسم اللاعب، وبالتالي اصبح اللاعب عنده ادفانتج او عنده ميزه عن اللاعب زميله اللي ما عندوش نفس الميزه ان هو ما خدش ركتوبامين. تمام. وبالتالي اصبح عنده كميه عضلات اكتر كتير جدا من اللاعب غير المتناشط اللي ما خدش ركتوبامين. هتيجي حضرتك تسالني او الساده المشاهدين يتبادر الى الذهن، طب يعني هو كان عارف ان اللحوم او الكبد او الكلاوي اللي كلها دي ما يعرفش. ولكن انا عندي في الكود الدولي او الميثاق او الدستور اللي احنا بنتعامل بيه مع الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات مبدا الصرامه او الستريكت لايبيليتي برينسبلز. مبدا الصرامه ده عباره عن مقوله بتقول ان اللاعب مسؤول عن كل ما يدخل جوفه من اكل وشرب وعلاج. هل ممكن ان النهارده اللاعب ياخد الركتوبامين عن طريق الحق؟ لا. هل ممكن ان هو ياخده عن طريق المكملات الغذائيه؟ لا، لابد ان يتنقل اليه عن طريق وسيط، والوسيط هو اللحوم وعلى الاخص نقول الكبد والايه والكلاوي. هل الهرمون ده ليه اصلا اضرار على الانسان؟ قبل ما هقول لك موضوع الاضرار عايز اقول لك ان الركتوبامين ما بيموتش لا بالغليان ولا في الطبخ. يعني لازم يتنقل الى جسم الانسان. تعال نتكلم على مشاكله. الهرمون الركتوبامين بيشتغل على المستقبلات بتاعت الادرينالين في جسم الانسان اللي هي B1 وB2 وبالتالي بيزيد كميه افراز الادرينالين. الادرينالين ده ربنا خلقه لنا في جسمنا عشان نواجه بيه، عارف لما يبقى انت اتعرضت لموقف فيه نوع من الخوف ما بتحسش بساعات كده ان الانسان من لو طلع عليه كلب ولا حاجه، هو ده نفس الحكايه. ولذلك هتلاقي الانسان مننا عصبي وقلق للغايه. الشعب المصري النهارده عدد كبير جدا منه ماشي في الشارع مش طايق ان واحد يخبطه في كتفه، مش طايق ان واحد يعدي قدامه بعربيه، دي واحد. الحاجه الثانيه وده الشيء بقى المهم، انه بيشتغل على الدوره الدمويه فبيزيد كميه الدم اللي رايحه للقلب وبالتالي بيزود سرعه دقات القلب اللي بنسمي حاجه عندنا اسمها تاكي كاردي او زياده في دقات القلب. بالاضافه الى انه بيكبر حجم القلب ودي اللي ممكن تؤدي الى الوفاه. هنا الخطوره. طب دوره ايه بالنسبه للسرطان؟ هو بيعتبر بريكانسرس لكن حتى هذه اللحظه لم يثبت ان هو له دور كبير في موضوع السرطان، ولكن الى حد ما لازم نحذر منه. وجوده عندنا في مصر هنا هل هو بيجي مع اللحوم المستورده زي ما التقرير قال ولا ممكن يكون بتتهرمن بيه اللحوم البلديه؟ الحقيقه احنا لجأنا الى وزير الزراعه وكانت السيده الدكتوره منى محرز اللي هو نائب وزير الزراعه قالت انها عملت 700 تحليل للحوم اللي جايه من الخارج وال700 تحليل طلع كلهم سلبي. تمام. يبقى معنى كده ان انا مش هقول ان اللحوم المستورده كلها سليمه ولكن الى حد ما بتديني اطمئنان وامان. طب هل اللحوم البلدي ممكن تتهرمن؟ هنا نقطه الخوف ليه؟ لان النهارده الراجل اللي هو بيع عنده بيتاجر في الماشيه ما هوش عارف موضوع ال7 أيام وال15 يوم. هو ممكن النهارده يكون بيحقن الحيوان بهرمون الركتوبامين ويذبح بعد 3 أيام أو 4 أيام في اكتر وقت بتبقى كميه الهرمون داخل الحيوان كتير. عاليه. هو مسموح له اصلا ان هو هو مش مسموح له. ولكن في هنا بقى هو بيعمل ايه؟ هو عايز يزود كميه اللحوم وهو مش فاهم ان اللي هو اللي عمله ده ملوش فايده. يعني هو لما يجي يذبح الحيوان النهارده ما مش تلحق الثلاث ايام ولا اليومين انها تزود له اللحوم، وبالتالي هو اضر غيره اللي هو اللاعب. مش هتكلم على اللاعب بقى، انا بتكلم على الانسان المصري. اللاعب النهارده بالنسبه لي ثروه حيوانيه كبيره، ثروه ماليه كبيره جدا. اسف. اللاعب النهارده بيتكلف ملايين الجنيهات وفي لحظه ممكن افقده وياخد 4 سنين.
اللاعبه رضوى اللي هي كانت اول حاله ظهور لماده الركتوبيين في مصر رضوى عرفه سنه 2015 لما تحلل لها طلعت العينه بتاعتها ايجابيه وتم عقوب العقاب بتاعها من لجنه الاستماع والعقوبات في المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات فاعطتها سنتين ايقاف. الحقيقه هي طلبت استئناف الحكم في لجنه الاستئناف الوطنيه في المنظمه المصريه، لجنه الاستئناف اعطتها 6 شهور. بعتنا الحكم للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وده ال- 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 الترتيب بالنسبة للعقوبات في عالم مكافحة المنشطات. تمام. الوكالة الدولية اعترضت على هذا الحكم ورفعت قضية على اللاعبة وعلى المنظمة المصرية في المحكمة الرياضية الدولية الكاس ورجعت المحكمة راح ترفع الحكم إلى 4 سنوات. احنا جينا حضرنا في مرافعة عن اللاعبة في سويسرا أمام المحكمة الرياضية وقلنا إن ده هرمون بتتهار من بيه اللحوم في البرازيل، فكان الكلام طب إذا كانت اللحوم في البرازيل بتتهار منه في أمريكا بتتهار منه ليه مفيش لاعب بالظبط كده؟ جات لهم الحقيقة احنا كان إجابتنا كنا قلنا احنا يمكن عشان عالم ثالث وهم بيعملوا لنا هرمانة للحوم وإلى آخره. ظهرت الحالة الثانية محمد عبد المحسن، ظهرت الحالة الثالثة والرابعة والخامسة والستة. ابتدينا نعمل سيرش على العالم كله لقينا ان احنا مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها هرمون الركتوبامين وهي اللي عندها 6 حالات ايجابية، مفيش اي دولة اخرى في العالم اللي حصل. فاحنا ممكن نقول هتقولي طب ما امريكا فيها، ايوه ما ممكن يكون هنا المربي الماشية في امريكا او المسؤولين عن موضوع الثروة الحيوانية في امريكا بتنبه عليه ان هو ما يذبحش الا بعد مرور 15 يوم وبالتالي هو استفاد من الهرمون بانه زود كمية اللحم وقلل كمية الدهون الموجودة في الحيوان وفي نفس الوقت هو ما اضرش بحد تاني. هنا هو ممكن يكون يعني انا قبل ما اجي لحضرتك قاعد بتفرج كده على الفيسبوك لقيت واحد طبعا انا ما اعرفش هو مين كتب يعني تعليق جميل قوي على الفيسبوك بيقول خدوا بالكم من الركتوبامين لان اللي بتتعامل بيه حقن للمواشي في بلدنا بلده ما اعرفش هي بلده ايه هي يعني طبعاً. حاجه من الارياف اللي عندها في القاهره في مصر ونسبه الهرمون ده عاليه قوي. طب ده واحد كده بيقولها لوحده، اذا معنى كده ان احنا لازم ننتبه. طب مين اللي ممكن ان هو يساعد معانا؟ احنا بنطلب طبعا من السيد الدكتور عز ابو ستيت وزير الزراعه ان هو لازم يبقى موجود معانا في هذا الموضوع، بنطلب الطب البيطري انه يبقى لازم يبقى موجود معانا في هذا الموضوع اللي هو الاداره البيطريه مع وزير مع عميد كليه الطب البيطري الدكتور خالد العمري مع نقيب عام البيطريين وكلنا نشكل لجنه بحيث ان احنا نحاول على قد ما نقدر نوصل معلومة ان موضوع الركتوبامين ده موضوع خطر جدا. ما هو اصلا يا دكتور ما هو لازم يا اما مسموح ان انت اصلا تحقن بالركتوبامين ده بالنسبة للحيوانات يا اما مش مسموح ده يا اما مش مسموح. ده الشق الاولاني، الشق الثاني لو مسموح لازم يبقى في توعية للي بيحقن ان انت ما بتذبحش غير بعد 7 بعد 15 يوم او بعد 15 يوم. ما هما شقين مهمين جدا لازم لو ما فيش مش مسموح ازاي هتوصل المعلومه للي بيربي الماشيه وتقول له خد بالك ان الركتوبامين ده ما ينفعش تديه بهذا الشكل اللي انت بتعمله؟ اذا لابد ان تبقى التوعيه موجوده في حاله السماح وعدم السماح خصوصا في بلدنا. يعني احنا لازم نوصل المعلومه للناس. انا رايي ان لو في السبل لتوصيل المعلومه من وجهه نظرك السبل لتوصيل المعلومه ان احنا هنشوف اذا كان في حاجه يعني شعبه خاصه بمربي المواشي ان احنا نلتقي بيهم ونوصل المعلومه دي لان المعلومه دي معلومه خطيره جدا ما هياش للاعب الرياضي فقط ولكن حتى للانسان العادي. طبعا لازم كلنا نبقى ايد واحده في الوقت ده. انا لما قابلت رئيس مصلحه الطب البيطري في مارس 2015 قلت له خد بالك احنا عندنا حاله دلوقتي موجوده ايجابيه اللي هي اللاعبه رضوى فانا اخشى ان يبقى في حاله ثانيه وحاله ثالثه. طبعا هو يعني ما كانش في رد فعل منه الحقيقه واللي وصلنا النهارده بدل ما يبقى حاله ثانيه وحاله ثالثه بقينا 6 حالات. فالست حالات ده كتيره قوي بالنسبه للركتوبامين. بس حضرتك قلت لي ان بعد ما اللاعب مثلا او اللاعيبه بتاكل بساعه ونص ما بيختفي لا بعد يوم ونص بعد يوم ونص بيختفي يختفي الهرمون منه يعني ممكن بعد يوم ونص يتعمل لهم تحليل يطلع سلبيه لكن هو على الحظ انا ما اعرفش ان اللاعب جاي من بره واكل سندوتش كبد او واكل سندوتش كلاوي فلما بتعمله تحليل وبعدين خد بالك برضو ان الفاست فودز خطيره جدا اللي هي الشاورما والبرجر الكلام ده كله احنا ما بنفضلوش وبننبه على الرياضيين بصفه مستمره. خد بالك ان احنا ما بنتعاملش مع موضوع الرياضه في مصر باحترافيه، يعني اللاعب النهارده يعني ايه يتعامل مع الرياضه باحتراف؟ يعني عارف ياكل ايه وينام امتى
ويتحرك ازاي ويحافظ على نفسه ازاي لما يكون رايح تمرين، ايه الاكله اللي المفروض انه ياكلها. وهنا بقى المطلوب من الاتحادات انها تبقى فيها ناس متخصصه في مجال النيوتريشن او التغذيه، ويكون الراجل اللي هو مسؤول عن النيوتريشن او التغذيه على علم تام بعالم المنشطات. لان ما ينفعش النهارده ان انا ابقى متخصص في مجال النيوتريشن او التغذيه وفي نفس الوقت انا ما عنديش فكره عن المنشطات او ادي مكمل غذائي في ماده محظوره صرف موجوده على العلبه من بره، وبعد ما يقع اللاعب اقول لا اصلا ما كنتش اعرف ان دي فيها منشطات. لا لازم عندك فكره. ومن هنا احنا ابتدينا دلوقتي بعتنا للجنه الاولمبيه المصريه وبعتنا وزاره الشباب والرياضه ان هنعمل دورات تدريبيه للعاملين في المجالات الفنيه والاداريه والطبيه اجباريا، ولن يسمح لاي انسان من الاجهزه الفنيه او الاداريه او الطبيه بالتعامل مع الرياضي او النزول للملعب في اي لعبه من 57 اتحاد الموجوده في مصر الا بعد حصوله على شهاده من المنظمه المصريه انه مر بتجربه التدريب في مجال مكافحه المنشطات. طيب الراكتومامين ده بيفضل مؤثر في جسم الانسان حتى بعد اليوم ونص ما يعدوا؟ لا، لكن هيبدا يشتغل على النهارده اللي بيحصل حضرتك. حضرتك قلت لي بيبقى في تضخم او القلب ممكن يزيد حجمه شويه كلام من ده. احنا على طول بناكل اللحوم والكبده، وانت عارف النهارده في اماكن بتبيع فيها السندوتشات ب 2 جنيه ونص وب 2 جنيه فيها رغيف عيش بس بجنيه، يبقى هو حاطط له ايه جواها؟ احنا على فكره برضو عشان يبقى عند حضرتك فكره وعند الساده المشاهدين، احنا ابتدينا نشتري كبده ونشتري لحم وبنبعتها الى معمل متبقيات الاغذيه في وزاره الزراعه وبنعمل عليها تحليل، وللاسف لقينا 4 حالات طلعت ايجابي. ونسبه الهرمون الراكتوبامين فيها عاليه. تمام. ودي اللي يمكن اللي نقدر نقول انها نجدت اللاعب محمد عبد المحسن، لان احنا خدنا النتائج دي وبعتناها للوكاله الدوليه بره وقلنا لهم انها موجوده. اصل الوكاله الدوليه مش عايزه غير حاجه واحده بس، هل انت مسموح عندك ان انت تدي راكتوبامين او متوفر عندك الراكتوبامين في البلد ولا مش متوفر؟ متوفر خلاص هتشيل العقوبه. يعني حصل من كام سنه ان كان في بطوله تحت 17 سنه في المكسيك كره قدم، وتم تحليل لبعض اللاعبين لقوا ان اللاعبين دول واخدين ماده اسمها كلين بترول اللي هي نفس التركيب ونفس الشكل بتاع الراكتوبامين. قبل ما يوقفوا الولاد دولت الطبيب الفريق والاداريين الفريق طلبوا من الوكاله الدوليه انها تحلل لكل الفريق، لقوا ان كل الفريق واخد كلين بترول، حللوا لجميع الفرق الموجوده كلها كلين بترول، فعرفوا ان ماده كلين بترول دي متوفره بشكل غير عادي في المكسيك، فتم رفع العقوبه عن جميع الفرق الرياضيه كانت موجوده. بس الفرق بين كلين بترول وبين الراكتوبامين اللي كلين بترول بيتعاطى عن طريق الحقن ممكن او عن طريق دراجز، لكن الراكتوبامين ما ينفعش، لازم يتعاطى عن طريق يتنقل عن طريق وسيط اللي هو الحيوان. امتى تم ادراك الراكتوبامين ضمن المنشطات المحظوره؟ من 2015. وعلى فكره هو مش موجود في قائمه المحظورات، ولكن انا عندي قائمه المحظورات دائما وابدا تقول لك وما شابه، وبما ان هو بيتشابه مع الكلين بترول فبيتعامل على انه ماده محظوره، والمعمل موجود عنده التركيبه بتاعته وبينزلها لي وبعتها لي انها عينه دي ايجابيه لماده الراكتوبامين. قبل ما اخد قرار في لاعب ان هو يتوقف، هل بيتم وضع في الاعتبار ان هو ما كانش يعرف ان اللي كاله ده فيه راكتوبامين؟ لا، هو مش هيتوضع في الاعتبار ان هو عارف، لا، في حاجه اسمها التعمد. كلمة التعمد دي تفرق كتير قوي، يعني بالزبط. لاعب النهارده لما يبقى متعمد ان هو ياكل لحمه فيها راكتوبامين هنا تفرق عن لاعب اكل لحمه ما فيها راكتوبامين ولكن غير متعمد. بتفرق في بانها بتخفض له العقوبه ولكن العقوبه ما بتتشالش. زي ما انا قلت لحضرتك من شويه ان مبدا الصرامه لازم يطبق على اللاعب، هياخد عقوبه هياخد عقوبه ولكن هتفرق في مده الايقاف بتاعت اللاعب. صواب. في الحقيقه موضوع خطير جدا، يعني لازم يبقى في حمله توعيه على مستوى الجمهوريه بشكل عام، مش بس بالنسبه للرياضيين والكلام من ده، لازم يبقى في دور كبير ويبقى في يعني شغل على الجزئيه دي بتحديدا، لازم الناس كلها تبقى عارفه، وحتى اللي بيذبحوا بالتحديد ان هم يبقوا عارفين امتى يحقنوا وامتى ما يحقنوش وامتى يذبحوا وامتى. كلام مهم جدا بصراحه. الكلام ده شغال من 2015 حتى اللحظه اللي احنا فيها دي، بس الحقيقه ان في بقى هتلاقي في نوع من التضارب، يعني حتى تدخل فيها السيد رئيس وزراء السابق دكتور شريف اسماعيل، وكان مره سال بعت لنا وسال قال هل الماده دي ممكن انها تتعطى عن طريق الحقن او عن طريق الادويه؟ قلنا لا، دي لازم تتعاطى عن طريق حيوان. فالحكايه بقى كان في شعبه مستوردي اللحوم وكان برامج تلفزيونيه كتيره جدا اتكلمت في هذا الموضوع، لكن ما خدتش يعني عايزين نقولوا ايه السريان او الاستمراريه في المكافحه بالشكل ده. يعني هو لابد ان احنا كلنا كاعلام وكمنظمه مصريه مكافحه المنشطات وكهيئه بيطريه في مصر او كليه طب بيطري ان احنا لازم نفضل مستمرين في هذا الدفع الذاتي اللي احنا كسبناه النهارده من المؤتمر الصحفي، بان احنا لابد ان احنا نوصل المعلومه لمربي الماشيه. لازم يبقى عارف ان انت بالظبط دي مهمه اذا كنت عايز تدي بقى، ما هو احنا مش هقدر اقول له لانه هو هيقول مش هدي وهيدي.
لان هو يهمه النهارده يكبر حجم الحيوان. فبما انك انت مصر على انك تدي، من فضلك ما تذبحش قبل مرور 15 يوم، زودها شويه خليها شهر، لكن ما ينفعش النهارده ادي الحيوان النهارده الهرمون وبعدها بيوم ولا اتنين اذبحه. لا الحيوان استفاد ولا خدت انت من وراء حاجه. الماده دي دخلت مصر امتى؟ الماده دي من اول 2015. من اول 2015 هي موجوده في مصر. طب بالنسبه للمكملات الغذائيه، هل المكملات الغذائيه ممكن يكون فيها بعض المواد المحظوره اللي ممكن تبقى منشطات بالنسبه للرياضيين؟ لان في بعض الرياضيين بياخدوا المكملات الغذائيه. كلام حضرتك صح، وعشان كده احنا بنقول بلاش المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه بتحتوي على هرمون التستوستيرون الذكري، والهرمون ده اساس لاكثر الحالات اللي تم ايقافها في مصر. اللي بيحصل النهارده ان العبوه بتاعه المكمل الغذائي مش مكتوبه على الليبل او الغلاف بتاعها من بره انها تحتوي على ماده هرمون التستوستيرون. بيحصل ان اللاعب النهارده بياخد المكمل الغذائي ويبدا يتعامل معاه، نيجي احنا نحلله تطلع العينه ايجابي. اللاعب يجي يحلف ان هو ما خدش هرمون التستوستيرون ولكن العينه ملوثه. بالظبط كده. النهارده لو احنا رجعنا للمصانع هيقول لك اصل انا جايبها من مصنع كبير قوي بره، ما انا عارف ان المصنع كبير قوي بره لو اعتمد على الامينو وعلى الكرياتين وعلى الواي بروتين مش هيجيب نتيجه مع الرياضي. الحاجه الوحيده اللي هتكبر عضلات الرياضي اللي هو النتيجه المرجوه اللي هو عايزها الرياضي لازم يبقى فيه هرمون تستوستيرون. وعشان يبقى الترن اوفر سريع والمكسب بتاع المصنع عالي لابد ان يبقى فيه هرمون تستوستيرون. عشان كده نصيحتنا لكل الرياضيين من فضلك ابعد عن المكملات الغذائيه. الرياضيين بالتحديد ولا الناس بشكل عام؟ ما هو احنا بقى لو دخلنا على الناس بشكل عام، المكملات الغذائيه وفي وجود هرمون تستوستيرون هتؤدي الى عقم. ليه؟ لان انا النهارده لما ادي هرمون التستوستيرون خارج المنشا للانسان هيبطل عمل الخصيتين، هيحصل لهم ضمور، وبالتالي هنخش في مرحله العقم. وكان السيد وزير الصحه الاسبق في سنه 2013 اعلن ان نسبه العقم بين الشباب المصري هي 30%. وانا متخيل ان النسبه دي فيها نوع من التجمل شويه، يعني هي ممكن تكون اكتر من كده. النهارده الولاد لما بتاخد هرمون التستوستيرون بيحصل لها عقم. البنات لما بتاخد هرمون التستوستيرون عن طريق مكملات او عن طريق انها تكون متعمده انها تاخد الهرمون عشان تقوي عضلاتها هيحصل لها هي كمان عقم. لازم نعرف النهارده ان في حالات فشل في الزيجات بين الشباب في مصر، وخصوصا خلال الشهر الاول من الزواج نسبته عاليه جدا. 55,000 زيجه طبقا للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، فيهم 11,000 حاله طلاق، يعني حوالي 22%، ولا يمكن يكون الشهر الاولاني في الجواز نتيجه خلافات ماليه ولا خلافات تمام. عقائديه. يا حضرتك ما تنصحش اصلا بالمكملات الاطلاق لاي حد. وعلى فكره وزاره الشباب والرياضه كان الدكتور اشرف صبحي من حوالي شهر كده تقريبا قرر تشكيل لجنه لمناقشه تواجد المكملات الغذائيه في مصر، وعلى اساس بها هيتم في النهايه رفع توصيات لمجلس الوزراء السيد رئيس مجلس الوزراء عن ايه هي المكملات الغذائيه وايه هي اضرارها وايه الطبيعه بتاعتها وهل احنا هنستمر في مجايبها من بره ولا لا، وخصوصا انها كلها بتخش من بره مهربه او بصحبه الراكب. طيب النهارده كان في مؤتمر للمنظمه صح؟ تمام. وكان هل تم التطرق لاي اشياء اخرى بخلاف الاكتوبامين؟ لا، هي كان اساسا كان معمول ده اول مؤتمر يتعمل للمنظمه منذ صدور قرار انشائها في 1/7/2015، وكان المقصود به اعلان الحاله بتاعه اللاعب محمد عبد المحسن. تمام. ان هو تم الاكتفاء بمده الثمان شهور اللي تم ايقافه فيهم، وان احنا ندي بسيط ندي امل للرياضيين اللي هم بعدين هم الاربعه التانيين ان ان شاء الله هنرفع الايقافات اللي جايه لهم وهنكتفي بالمده اللي فاتت، بس هنشوف التكييف القانوني لها وهنصدر القرارات خلال الاسبوع الجاي باذن الله. لاعبي كمال الاجسام بالتحديد بمصلح مسمح لهم ان هم ياخدوا بعض النشاطات؟ غير مسموح بالمره لاي لاعب على مستوى العالم انه ياخد اي نوع من النشاطات. حضرتك تسالني طيب بس هل جمال الاجسام بيبقى عندهم حجم العضلات كبيره، فاكيد مش هتيجي كده من غير النشاطات. هو بياخد نشاطات. هو بياخد نشاطات. السنه اللي قبل اللي فاتت خدنا 22 حاله كمال اجسام طلع فيهم 18 عينه ايجابي. تمام. واللاعب في كمال الاجسام لا يكتفي بهرمون، على الاقل 10 انواع من الهرمونات. لان هو طبعا هو بيسمع النصيحه من مدربه وبيسمع النصيحه من زميله، فهو بيسمع ايه؟ بيسمع ان انت عشان تكبر العضلات وتدي الشكل ده وتبدا تدي الشكل المغزلي بتاع العضله لازم تاخد هرمون التستوستيرون، ولازم تاخد معاه هرمون الجروث هرمون او هرمون النمو، لان هرمون النمو ده بيشيل الدهون من العضله وبيزود نسبه البروتين جوه العضله فبيدي الشكل المغزلي بتتفرج عليه. طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط تماما. انت على يعني النهارده انت فرحان بنفسك لكن انت مش عارف على المدى اللي جاي ايه اللي هيحصل. التستوستيرون هرمون والجروث هرمون دي بقى مشكلتهم انها بتؤدي الى سرطانات، لان انا بلعب في هرمونات الجسم.
اغلب الرياضيين اللي ماتوا بالسرطان لو احنا كنا تابعناهم في الفتره قبل الوفاه بتاعتهم كنا عرفنا ان هم بياخدوا منشطات. وحالات الوفيات كتيره بين الرياضيين بتبقى نتيجه تعاطي منشطات، ويمكن اللعبه اللي هي الامريكيه اللي هي بتاعه ال WWE هتلاقي نسبه الوفيات المصارعه، هتلاقي نسبه الوفيات فيها عاليه قوي، نسبه الانتحار فيها عاليه، لان المنشطات بتاثر على الناحيه النفسيه للرياضي. فهي جزئية مهمة جدا، لكن بالتحديد يعني لو رياضي عايز ان هو يخلي جسمه كويس من غير المنشطات ومن غير المكملات الغذائية، ايه نصايح حضرتك ليه؟ اولا النهاردة كرياضي هتقول لي عايز بديل للمنشط، البدائل كثيرة جدا زي وطبيعية. نبدأ مثلا بغذاء اولا بعسل النحل، غذاء ملكات النحل، حبوب اللقاح، حبة البركة، جنين القمح، الترفاس اللي هي الكمأة المصرية، ال في عندنا كمان الحبة البركة دي هايلة جدا. أنا عايز نفسي أعرفه ليه الرياضيين المصريين ما بيلجأوش إلى ياخدوا الجنين القمح. جنين القمح ده أولا مكلف جدا وغالي، وفي نفس الوقت بيقوم مقام المكملات الغذائية اللي هم بياخدوها. تمام. للأسف هو الاتيتيود والفكر بتاع المدرب إن لازم اللاعب ياخد منشطات، وبالتالي هو ما بيلجأش إلى منشطات طبيعية. عندنا حاجات كتيره جدا، عندنا النظام الغذائي اللي هي الست انواع للغذاء او ست مكونات للغذاء اللي هي الكربوهيدرات والبروتينز والفاتس والمعادن، وعندنا الميه، واخد بالك، والفيتامينز. طبعا طبعا. النهارده ما ينفعش النهارده يبقى لاعب بيلعب ما بياخدش ميه، 70% من وزن الجسم ميه. الحاجه الاهم من كل هذا الكلام، تبص تلاقي واحد بيخسس، عشان يخسس يقول له خد ايه، خد لازكس. بالظبط. اللازكس ده ماده من المواد المحظوره عندنا، ممنوعه في عالم المنشطات. ليه؟ بتؤدي الى غش وزيف وخداع. لاعب النهارده وزنه 90 كيلو عايز يلعب 80 كيلو، ياخد لازكس نزلت ال 10 كيلو ميه، وبعد ما وزن شرب الميه بقى راجع تاني الى وزن ال 90 كيلو، فبقى 91 بيلعب مع 80. الحاجه الاخطر ان اللازكس ده بياخدوه اساسا عشان يخفوا بيه المواد المحظوره اللي هو واخدها، واخد هرمون تستوستيرون ياخد مع لازكس، ما بنشوفش الهرمون ولكن بنشوف اللازكس. هو فاكر طبعا احنا لما هنلاقي اللازكس ومش هنلاقي الهرمون هنديله ايه؟ يعني خلاص الموضوع كان لم يكن. لا بالعكس، لو لقينا اللازكس احنا بنديله 4 سنين اللي هي نفس عقوبه تواجد الهرمون عنده في العينه بتاعته. طيب، طرق دعم منظمه او المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات من قبل وزاره الشباب والرياضه، التنسيق والدعم بيبقى ماشي ازاي؟ الحقيقه هي وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مشكورين الحقيقه، ما بيتاخرش عننا، وهي الجهه الوحيده اللي بتدعم المنظمه. المنظمه عندنا في مصر ما لهاش اي دخل اخر الا وزاره الشباب، ووزاره الشباب بحكم انها موقعه الاتفاقيه الدوليه لمكافحه المنشطات اللي هي صدر بيها قرار من مجلس الشعب في 2007 وطلع بيها قرار جمهوري رقم 12 لسنة 2007 من رئيس الجمهورية، دي الجهة الوحيدة اللي بتدعمنا. لكن مش هينفع ان احنا طول عمرنا هنبقى عاملين زي البيبي اللي على كتف الأب والأم. طب وسائل الدعم الأخرى اللي احنا محتاجينه يبقى فيه رعاية. شركات كتيرة جدا عندها النهاردة الخدمات المجتمعية ولابد انها تصرف في أنشطة مجتمعية. انا اعتقد ان هي الشركات دي والهيئات دي ممكن انها تساعد معانا كخدمة مجتمعية بالنسبة للمنشطات، لان احنا ما بنشتغلش على المنشطات بس، احنا بنشتغل على المنشطات وعلى المخدرات. كل انواع المخدرات مدرجة عندنا في قائمة المحظورات ما عدا ترامادول. فمعنى كده ان انت النهاردة انت بتتعامل معايا، ترامادول مش مخدر؟ لا، مش محظور، مش محظور، لكن محطوط في قائمة تحت الرصد بقاله 5 سنين، دي السنة الخامسة. الترامادول النهاردة قيل إن هو يعني بيتعمل له دلوقتي أبحاث تبع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وبيدوروا لو ظهر إن هذا الترامادول بيؤدي إلى زيادة في الأداء البدني للرياضي هيتم دخوله في قائمة المحظورات من 1/1/2020. احنا الحقيقة بنضغط بقوة جدا على الوكالة الدولية، احنا والسودان، لأن أكتر بلدين فيهم مادة ترامادول هي مصر والسودان. لكن انا شخصيا ما اقدرش اعمل اي حاجه هنا للرياضي، لان ما اقدرش اعرف في التحليل اذا كان هو عنده ترامادول ولا لا، لان المعمل ما بيبعتليش نتيجه ترامادول انها ايجابي، ولكن هو بيعد عنده في المعمل لغايه ما هيصل الى خط احمر هيبلغ بيه الوكاله الدوليه. الترامادول ده بين كيلر، بيستخدم في حالات السرطان عشان يقلل الالم. المعمل السولت ليك في امريكا عمل السنه اللي قبل اللي فاتت 20,000 حاله 20,000 حاله عينات ظهر فيهم 8 حالات ترامادول. فمعنى كده ان احنا اللي بنسيء استخدام ماده ترامادول هنا في مصر. طيب، خلينا نروح نشوف تقرير في المؤتمر النهارده لمكافحه المنشطات، كان مؤتمر مهم جدا، نشوف التقرير ده ونرجع. الها
الهدف من المؤتمر الصحفي النهاردة أن احنا نعلن عن آخر مستجدات بالنسبة للموضوع بتاع ركتوبامين، مادة ركتوبامين اللي هي طلعت مادة وجدناها في عينات 6 لاعبين مصريين، وكان للأسف أول عينة كانت للاعبة رضوى عرفة عبد السلام، وإحنا حاولنا بقدر المستطاع أن احنا نتخطى أو أن احنا ما تاخدش عقوبة كبيرة، لأن احنا كنا مقتنعين أنها بتأخدها عن طريق أكل لحوم فيها مادة ركتوبامين، وعشان كده يمكن بعد ما أخذت العقوبة اللي هي 2 سنين لجنة الاستئناف ادت لها 6 شهور، ولكن المحكمة الرياضية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رفعت علينا قضية إحنا واللاعبة، ورفعت الحكم إلى 4 سنين، وكانت دي يمكن بالرغم أن إحنا رحنا هناك في المحكمة الرياضية الدولية، ويمكن اللاعبة كانت حاضرة عن طريق الفيديو كونفرنس وشافت قد إيه إحنا بنحاول نساعدها، وإن إحنا بنقنع الوكالة الدولية أنها أخذ المادة دي عن غير عمد، وانها اخذ الماده دي لازم تكون موجوده عن طريق اكل لحوم كونتامينيتد او ملوثه بالماده بتاعه الركتوبامين، ولكن المحكمه الرياضيه الدوليه شافت ان ما في دي الحاله الوحيده في مصر، وان ما فيش اي حاله تانية ظهرت في مصر، فهي مش ظاهره، ما تعتبرش ظاهره، وعلشان كده كهرمون بياخد لازم 4 سنين. المحكمه الرياضيه الدوليه ما اقتنعتش غير بانها تدي ال4 سنين دي، برغم ان احنا اكدنا ان ما فيش اي دواء ممكن اللاعبه تكون اخذته او اي مكمل غذائي تكون اخذته، وانها بس ده عن طريق أكل اللي هو اللحوم يعني. فإحنا بعد كده ظهرت حالات تانية زي محمد عبد المحسن اللي احنا بصدد المؤتمر بتاعه السنه دلوقتي علشان نعلن ان لما الوكاله الدوليه رفعت قضيه برضو بعد ما ادينا لجنه الاستئناف ادت له 8 شهور حاولنا نقنعها ان دي مش الحاله الوحيده، كانت ظهرت عندنا اكتر من حاله طبعا بعد كده وصلوا لغايه 6 حالات. يعني المحكمه الرياضيه الدوليه طلبت مننا نعمل تحريات، فبدانا نجمع عينات من في القاهره هنا من اماكن متعدده ونبعتها للمعمل بتاع المتبقيات ونعمل تحليل ليها، وفعلا ظهرت 4 حالات ايجابي، وعملنا بحث علمي الوكاله الدوليه برضو طلبت مننا على اساس نسبه الماده دي كانت بتبقى قد ايه في جسم اللاعب، والابحاث العلميه ايه وبتقعد في الجسم قد ايه. فكل الكلام ده الحمد لله الوكالة الدولية اقتنعت انها تسحب القضية اللي كانت رفعها علينا. هي المفترض ان اللاعب بياخدها ليه، هو اللاعب ما بياخد، يعني المزارع بيحقن بيها البقر او الجاموس ليه علشان يزود، هي بتعمل بتزود حجم او سنسز او اللي هي بتاعت اللي هي تكوين العضلات، فبيزودها علشان ياخد دايما حجم العضلة أو البهيمة أو البقرة أو البتاع، فتوزن معاه فيبيع أكتر. لكن اللاعب لما بياخدها بغصب عنه بتطلع العينة بتاعته إيجابي، فهي متاخدة بغرض أن يزودوا حجم العضلات أو اللحم. دور اللجنة الإعلامية مقتصر على تعريف الناس بأهمية دور المنظمة، يعني الناس ده سواء الرياضيين، المدربين، الاتحادات، الإعلاميين، القنوات، كل الإعلاميين لازم يكونوا عارفين إيه اللي بيحصل. طبعا ده كان نتيجة انتشار معلومات غلط كتير عن المنظمة وعن دورها، عن العقوبات، عن حاجات كتير بتحصل في المنظمة. كان لازم يكون في لجنة إعلامية بتعرف الناس إيه اللي بيحصل بمصداقية وبشفافية. فطبعا بنهتم ان احنا نبعت اخبار على طول، صور، نكون متواجدين في كل البطولات، ندوات. دورنا دايما يعني توعوي او تثقيفي اكتر يعني. دكتور أسامة، ممكن يكون في بعض العقوبات تكون ظالمة شوية أو قاسية شوية على اللاعبين، وخصوصا إنهم ممكن ما يكونوش يعرفوا زي ما قلت لحضرتك إن هم بياخدوا أو إن هم خدوا منشطات أو كلوا في مثلا اللحمة اللي كلوها دي إن هي فيها هرمون الركتوبامين، كلها يعني بيبقوا مظلومين فيها. هل العقوبات بعض الأحيان بتبقى ظالمة بالنسبة لهم؟ هي العقوبات بتبقى ظالمة بس في حالات الركتوبامين، لكن بالنسبة للمنشطات الأخرى أنا بعتبرها ظالمة. هل ده منطقي؟ لا طبعا مش منطقي. وانا كنت في سيشل من حوالي 2 شهر وقابلت مدير الشؤون القانونيه في الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، وهم كانوا بيتكلموا على ان احنا طبعا هو الكود الدولي بيتم تعديله كل فتره، فالفتره اللي احنا جايه على طول دي هيتم تعديل الكود ويبدا العمل بالكود الجديد في 1/1/2021. فكانوا بيتكلموا على ماده الكلين بترول.
مادة الكليمبترول زي ما اتفقنا قبل كده انها مشابهة لمادة الراكتوبامين، فهم بيقولوا عايزين يعملوا لها سقف او يعملوا لها حد على اساس ان في بعض الدول بتدي مادة الكليمبترول للحيوانات، بس ده مش عدل لان الكليمبترول ممكن يتعاطى كدرج او كعلاج او كمادة علاجية للاعب. انما انا رفعت ايدي الحقيقه يومها واتكلمت مع مدير الشؤون القانونيه وقلت له طب ده ماده الراكتوبامين انتم مش عايزين تتكلموا فيها خالص، ماده الراكتوبامين هي الدوله الوحيده اللي بتعاني من هذا الموضوع هي مصر، فاحنا لازم ننظر بعين الاعتبار لهذا الكلام. يعني مثلا في اليمن عندنا ماده القاض دي حاجه قوميه في كل الشعب، كله بياخد قاض، فدي ماده القاض دي بتتحط تحت جنب الميوكوزا او الغشاء المخاطي للفم، فكل الشعب كله بيتعامل مع ماده القاض دي كما لو كانت زي البونبوني كده. تمام. فدي عامله مشكله بالنسبه للوكاله الدوليه، فراحت عامله لها عتبه او عملت لها ثير شولد يعني سقف. فاحنا قلنا نعمل للكليمبترول سقف، وخصوصا ان الست حالات اللي عندنا اللي ظهر فيها ماده الراكتوبامين كانت نسبه الهرمون كانت قليله للغايه، ولكن احنا لما جبنا الكبده وجبنا اللحوم من السوق وحللناها في معمل المتبقيات لقينا ان نسبه الهرمون فيه عاليه قوي. فاذا معنى كده ان 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 اللاعب هنقوله ايه خد البقايا النهائيه خالص، تريسز اللي كانت موجوده. فهي دي اللي بتحسسني ان فعلا اللاعب في ممكن يبقى مظلوم فيها، والاربع سنين بالنسبه للايقاف فيها كتير قوي جدا، ولكن هو كان القاضي كان يعني الظاهر ما كانش يعني رحيم شويه برضوى، وبالتالي هو عرف عليها العقوبه من الست شهور لاربع سنين. ولما بتبقى كمان المحكمه قاضي واحد غير لما بتبقى ثلاثه، هو كان يوم رضوى كان قاضي واحد وما كانوش ثلاثه، الثلاثه برضو بتدي الى حد ما فرصه تبقى فيها نوع من التشاور بين هيئه القضاه اللي موجودين. فهنا كان الصعوبه ان هو كان قاضي واحد، والظاهر هو كان مقتنع بفكر ان الماده دي إن تم اخذها بشكل او باخر. وبعدين انت عارف حضرتك ان القضاه بيبقوا بعاد شويه عن موضوع، على فكره انا بتكلم على قضاه المحكمه الرياضيه الدوليه. فاهم. فهو كان بعيد شويه يمكن عن الناحيه الفنيه، واعتقد ان هو ما استعانش بحد في الناحيه الفنيه يمكن نساله. الحد الادنى والاقصى للايقاف بيبقى قد ايه يا دكتور؟ الحد هل في يعني امور بتتترتب على المده الخاصه بالايقاف ولا؟ طبعا حسب الماده. طيب الماده اللي واخدها اللاعب. احنا ممكن نبدا من اول التحذير. لا قصدي يعني ممكن حد يكون واخد الريكتوبامين ويتوقف مثلا ست شهور، وحد تاني يتوقف سنتين. لا انت حضرتك بتتكلم على الريكتوبامين ولا على المنشطات بصفه عامه؟ يعني خلينا نتكلم على الريكتوبامين على بصفة عامة. على الريكتوبامين هنا هيختلف الامر بعد الحكم بتاع محمد يعني النهارده. كون ان الوكاله الدوليه تسحب الاستئناف بتاعها ضد اللاعب ضد الثمان شهور اللي اعطيناها له وتطلب الاربع سنين، وبعدين تبدا تسحب القضيه بتاعتها من المحكمه، يبقى ده معناها اقتناع بوجهه نظرنا احنا. ان معناها ان فعلا الناس دي قالت ان في راكتوبامين موجود في اللحوم المصريه او في الكبده المصريه، وبالتالي اصبح اللاعب النهارده مظلوم ان انا اديله الاربع سنين. فعشان كده انا بعتبر ان الثمان شهور دي كانت بالنسبه لمحمد معقوله. ولكن حضرتك هتقولي طب اقل حاجه ايه واكتر حاجه ايه؟ لا احنا مش عايزين اقل حاجه ومش عايزين اكتر حاجه، يعني اقل حاجه انا بتهيالي في حالات الركتوبامين ممكن تبقى التحذير. ولكن هي هنا الوكاله الدوليه مش هتسيبنا في حالنا لو قلنا تحذير. فاحنا هندي اقل القليل بالنسبه للعقوبات. اما بالنسبه للحد الاقصى طبعا هو بما ان هو هرمون فبيتعامل على انه اربع سنوات، وانا بعتبر الاربع سنوات دي فيها نوع من الظلم والاجحاف للاعب. طبعا. طب هل المنظمة نفسها تتعرض لاتهامات لما بيكتشفوا حالات إيجابية مثلا؟ لا، هي المنظمة ما تعرضش للاتهامات، ولكن المنظمة لازم تبقى ماشية طبقا للكود. لو خرجت عن الكود ممكن المنظمة يتم إيقافها، وتعتبر في الحالة دي المنظمة غير ملتزمة بالكود الدولي، وعدم التزام المنظمة بالكود الدولي أو إيقافها يؤدي إلى إيقاف الرياضة في الدولة. تمام. زي ما حصل دلوقتي حاليا بالزبط. في نيجيريا اللي حصل إن تم توجيه اتهام للدولة إنها غير ملتزمة بالكود، رئيس الجمهورية طلب وزير الرياضة في نيجيريا، وفي خلال 21 يوم اللي هي المدة اللي أعطتها الوادة إنذار للدولة كان لابد من إنشاء نادو قوي داخل دولة نيجيريا، وبسرعة نشوف إيه اللي احنا خرجنا بيه عن الكود الدولي علشان نبدأ نصحح المسار. الحقيقة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتمشي بشكل صارم للغاية، وقراراتها ما فيش فيها انحراف يمين أو شمال، لدرجة أنها أوقفت معمل لشبونة في البرتغال، وفي بعد كده شطبته. فطبعا وقبل كده شطبت طبعا معمل روسيا، وإحنا عارفين المشكلة بتاعت روسيا، ومعامل كتيرة جدا اتشطبت. فمعنى كده أن الوكالة الدولية لا ما عندهاش أي نوع من الهزار الحقيقة، وجادة للغاية في كل القرارات اللي بتصدرها. طيب اكيد كان في دورات تدريبيه وتوعيه بالنسبه للاعبين لمكافحه المنشطات عشان ياخدوا بالهم ان ما يتناولوش منشطات بطريقه او باخرى، هل التدريبات دي او الدورات دي اتت بثمارها؟ الحقيقه يعني احنا بنلتقي باتحادات كثيره جدا،
على سبيل المثال النهارده انا لقيت السيد رئيس الاتحاد المصري للرمايه بيكلمني وقال لي ممكن ان انتم تقعدوا مع الرماه يوم الاحد اللي جاي، لان هم محتاجين ان عندهم بطوله عالم ومسافرين ومحتاجين حد يتكلم معاهم. احنا قعدنا معاهم السنه اللي فاتت ولكن محتاجين مره ثانيه، لان انت عارف برضو موضوع المنشطات ما هوش موضوع سهل. لا طبعا. وعايز مره واثنين وثلاثه، عايز تكرارات كتيره جدا. فاحنا اتفقنا معاه ان احنا هنلتقي معاه يوم الاحد اللي جاي. طب بقيه الاتحادات قعدنا تقريبا مع اغلب الاتحادات المصريه، قعدنا مع كليات التربيه الرياضيه، قعدنا مع بعض المدارس، لان احنا العمل عندنا في المنظمه المصريه بيمشي بشقين. الشق الاول هو الشق التعليمي والتوعوي والتثقيفي، الشق الاخر هو سحب العينات. سحب العينات وما يترتب عليه بقى من اداره نتائج، من عقوبات، من ايقافات والى اخره. لكن ما ينفعش النهارده ان انا افضل ادي تعليم وتثقيف وتوعيه بدون ما اسحب عينات وبدون ما ادي عقوبات، لانها هتبقى عامله زي عمليه الايه العصايه والجزره. انت بتوعي ماشي مفيش مشكله، بس انا هاخد منشطات. لا، انت هتاخد منشطات وحسب عينات وتطلع عينه ايجابيه، فاللاعب لما يتوقف تبدا ايه يظهر بقى ايه الوجه الاخر للرياضه. احنا خدنا السنه اللي فاتت 1002 عينه، ظهر فيهم 17 حاله ايجابيه. فطبعا 17 بالنسبه لل1000 يعني حوالي 1.7%، فدي نسبه مقبوله عالميا وتمشي مع النسب العالميه بالنسبه لتعاطي المنشطات في كل دول العالم. فيبقى معنى كده ان احنا ماشيين بشكل صح. تمام. مطلوب مننا ان احنا بعد كده لازم نزود الحالات اللي احنا هنسحبها من 1000 الى 3000 عينه، وال 3000 عينه لازم يبقى فيهم 10% عينات دم. وحاليا برضو احنا بنطبق حاجه جديده في مصر ابتداء من 1/1/2018 اللي فات، حاجه اسمها جواز السفر البيولوجي. جواز السفر البيولوجي ده عباره عن ستاندر او معايير بتتحط لكل رياضي مصري، بتعمل له بروفايل احنا بناخد منه عينات بصفه مستمره وبنحطها داخل البرنامج ده. مين اللي احنا بنلجأ لهم بقى عشان نبدا نتشاور معاهم؟ عندنا 5 خبراء، منهم واحد مصري، واحد من ايطاليا، واحد من جنوب افريقيا، واحد من اثيوبيا. احنا بنبعت لهم النتائج وهم بيبداوا يقولوا لنا اه ده هنا في شك ان ممكن يكون اللاعب ده بياخد منشطات او بياخد هرمونات ذكريه خارجيه الماتش. هل اللاعبين في مصر خلاص يعني عرفوا خطوره الموضوع وخطوره الموقف، وخصوصا بعد واقعة ايهاب عبد الرحمن في الانديه؟ اكيد طبعا. اكيد. يعني على سبيل المثال اللاعب محمد سمير، اللاعب رفع الاثقال، لما كان في امريكا السنه اللي فاتت واخد مركز اول على العالم وخد ميداليه ذهب، فكانوا بيتكلموا معاه الحقيقه قال كلمتين كويسين قوي، قال المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات خانقاني باستمرار بتاخد مني عينات. فقالوا له طب دي حاجه تضايق؟ قال بالعكس، دي هي كده هي خايفه عليا وبتخليني دايما واخد بالي ان ما يحصلش اي نوع من الخطا او ان انا اتناول منشطات. لما احنا سمعنا الكلام ده احنا ساعدنا الحقيقه بيه، ولكن برضو احنا بناخد العينات طبقا لبرنامج. يعني هي العمليه مش هو ده اللي لازم ناخد منه يبقى هو ده، لا، البرنامج بيتحط اول السنه. يعني احنا حاليا دلوقتي بيتم وضع، الدكتوره هناء اللي كانت موجوده قدامنا في التقرير بتحط الخطه بتاعت السنه كامله بتاعت 2019، مين الفرقه اللي هيتاخد منها، مين الالعاب اللي هيتاخد منها، كام لاعب في كل فرقه او في كل لعبه، وبيتحط البرنامج ده كله وبيتبعت للوكاله الدوليه بتوافق عليه ونبدا احنا بعد كده ننفذه داخل مصر. ده بالتالي اكيد الاسره ليها دور كبير جدا. مدى اهميه دور الاسره بالنسبه من وجهه نظر حضرتك؟ والله انت جيت على نقطه حساسه جدا، وخصوصا في لعبه السباحه. اشمعنى؟ لعبه السباحه بتؤدي الى حافز رياضي. والحافز الرياضي هو اللي بيسمح بدخول كليه الطب، وبالتالي كله عايز يخش يلعب سباحه عشان ياخد الحافز الرياضي يخش كليه الطب. للاسف لقينا ان الاسر هي اللي بتدي مواد منشطه ومواد محظوره الى الاولاد. قصه خطيره جدا للغايه. ولكن احنا بنتواجد دلوقتي تقريبا في كل بطولات السباحه وايدينا معاليهم. يعني الحقيقه برضو اتحاد السباحه مشكورا بيبعت لنا على طول البرامج بتاعته والجداول بتاعته ومسابقات، واحنا كمان مش مسابقات بس، احنا بناخد كمان خارج نطاق المسابقه في المعسكرات. يعني احنا النهارده من حقنا ان احنا نروح النهارده المركز الاولمبي في المعادي، مين الفرق الموجوده، في عندنا العاب كذا وكذا وكذا وكذا، ناخد منهم عينات طبقا للبرنامج الموضوع، ما هواش العمليه عشوائيه او هي العمليه هبهازرز. احنا من حقنا ان احنا نروح البيوت للاعب، بتروح للاعب في بيته تخبط عليه وتاخد منه عينه. في برنامجين، برنامج اللي هو الاوت اوف كومبيتيشن والاخر اللي هو وير اباوت. الاوت اوف كومبيتيشن لو انت ما لقيتش اللاعب مفيش مشكله، لكن الوير اباوت لما انت بتروح له في الساعه المحدده طبقا للبرنامج الموجود على البرنامج الادمز في الكمبيوتر، لو انت ما لقيتوش بتتحسب عليه مره، ومجرد ان انت بتحسب على اللاعب مره يبقى فاضل له مرتين خلال 12 شهر، بعدها يتم ايقافه. وده اللي كان حصل مع مصارع المصري كرم جابر. لما تم ايقافه كرم جابر عيناته كانت سليمة 100% وسلبية، ولكن للأسف هو تم إيقافه لأن ما تواجدش في
في المواعيد اللي هو حاططها ثلاث مرات خلال 12 شهر. طيب اخيرا عايز من حضرتك نصيحه توجهها للاعبين والرياضيين بشكل عام. خدوا بالكم من نفسكم، بلاش ان احنا نتعامل مع الادويه ومع اي يعني على سبيل المثال ادويه البرد كلها محظوره. لازم الرياضي يبقى عارف ادويه البرد محظورة. كلها بالكامل محظوره، ادويه الكحه محظوره. كورتيزون اللي هو النهارده عامل زي اللي عايزين نقول بونبوني كده بالنسبه للكوره، اي حاجه نحقن كورتيزون الركبه، نحقن كورتيزون في العضله الضمه. انما بعد لما تم ايقاف اللاعب ده مش بتاع بتروجيت، بدات النهارده الكوره بالكامل بتلجا الينا في الاسئله بتاعتها. احنا على استعداد في اي وقت، وعندنا خط ساخن 0900 71005 في اي وقت تواصلوا معنا، واحنا على استعداد ان احنا نديكم النصيحه والمشوره الصح. دكتور اسامه غنيم طبعا نورتنا وشرفتنا وكلمنا في قضيه مهمه جدا، يعني سعدت بلقاء حضرتك النهارده. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا الهام جدا جدا، كانت قضيه مهمه جدا طبعا من خلال حديثنا مع دكتور اسامه غنيم رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، واعتقد انه ملف وقضيه هامه للغايه. يعني اتمنى كل الرياضيين بشكل عام ياخدوا حذرهم من قصه المنشطات، لان وارد جدا او ممكن ان هم ياخدوا منشطات بطريقه ما تكونش هم عارفين ان او وسائل ما تكونش هم عارفين ان فيها منشطات. ان شاء الله نتمنى الامور كلها تبقى جيده للرياضيين المصريين بشكل عام. كنا معاكم النهارده على مدار ساعتين ونص بصحبة طبعا زميلي العزيز محمد الجندي في فقرات عديدة ومتنوعة من حلقة الأهلي اللي النهاردة. استنونا حلقة بكرة، تصبحوا على ألف خير.